يسلمك ويبارك فيك. مستاذنك يا ابو فهد. انا اللي كلمت اول. انت اللي سبق كلمتينا قبل؟ اي. ما شاء الله. متى انت مكلمتنا؟ من انت اللي من العام الماضي ولا ذا السنه كلمتي؟ اللي انا كنت اقول لك عن جدي. كانت تقول لك؟ اللي تقلتي عن جدتي؟ اي. وشلونك؟ شلون الوالده؟ عساها طيبه؟ الحمد لله. انا سالت امي وقالت سلمني عليهم سلام كثير. انتوا واللي خوالكم الشثري؟ اي. ذكرتك. ونعم ونعم. عساكم في العيد بتجون للرياض؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اجل جيتوا ثاني العيد ولا ثالث العيد سيروا علينا. كان الوالدة عندك ذهب؟ لا انا ما عندي ذهب. تعالي تعالي والله نطيس ذهب. تستاهل. شوفي يا جنى هذه وحده مع علي وعبد الرؤوف عادي؟ راجو ما في زعلان؟ شوفي يا جنى اذا جيتي بعطيتك هذه وذي وذي واضح انها زين وبعطيتك هذا. ايش رايكم يا حقين المجد؟ يستاهلون. يستاهل. تعين علينا؟ هذه تستاهل. إدارة المجد نعطيها ذي؟ وانا بجيب لك ورقة ورد وذي. بعد تجيب لنا ورد؟ بعد. خلاص شوفي يا جنى انا اول يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم ورابع يوم انا موجود في المجد انا وابو فهد راشد الدوسري. نعم. انت جيبي لنا حلاوه وشوكولاته وانا بنعطيك ان شاء الله ان شاء الله، بس اقبليها ترى يمكن مو بذهب صدقي مثل سالفه القصه اللي قبل. نعم. عادي طيب. هذه رقبتك هذا وين بيوصل له؟ خاف يوصل لين رجليك. انت قصيره طويله ينفع لك هذا؟ ينفع هذا يا جنى ولا طويل؟ يجيبك صغير. وش؟ سلسال. هذا سلسال. هذا كبير. هذا كبير. في صغير. في صغير. بعد تستاهل. وهذا ترى بنعطيك بس عاد يمكن مو بذهب 100%، هذا يصلح لك الدقه هذه. شوفي شوفي. اي. هذه جازت لك. شفتي؟ هذه للبس مهم للبيع. زين؟ خلاص اذا جازت لك علمي عشان اكتب عليها الجنى اللي خوالها الشثري. نعم. بس من الان ترى احتمال لونها ذهبي بس ما هي بذهب 100% لان الذهب ياخذ ابو فيصل معه المخرج. يودي الهلا. ولا الماس تبي هي بس البنت صغيره يا ابو فيصل. هي جاز لهذا. الله يعذبنا يا اخوي. وش تبين ايش؟ ابغى مسابقة نبيك تفوز. نبيك تفوز. يلا اصبري 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 اصبري. طيب طيب نفس خوينا ابو فهد ولا واحد ثاني؟ اللي هو اللي قلنا في البدايه انا وياك. اللي تبي اللي تبي اللي تبي. انت وش في ذهنك؟ اللي ابد. طيب طيب ركزي معنا. شوفي يا شذا او سجى. جنى 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 جنى. تخبصت انت جاك انت. جنى انا. يلا هذا واحد من الهند. ايه هو من الهند. اصبر اصبر. واحد من الهند ومعنا في دكان الحاره ومعنا ومعنا في شعبيات ومعنا في سوق الذهب. هذا الرجال قدر يضبط لنا واحد في الهند ويعطينا ذهب. هذا كان للصديق اسمه راجو. هذا واحد. خلينا نكمل احنا بنسمع. ايه؟ هذا واحد صديقه. ايه؟ اسمه راجو وهو اللي جاب لنا وسلفنا وعطانا الذهب. هذا دائما اذا جينا عند القيمه المقدره قال قربته. اي هذا هو اللي يقول لنا الارقام ويعلمنا الارقام. وله ولد اسمه اسم عربي اسمه فيصل ولده. ما عرفتيه؟ لا خل اكمل كمل. هذا اسمه راني. ما يلبس نظاره. ما يلبس نظاره. يلبس نظارات. عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. وصح هذه عبد الرؤوف. لازم تطلعها. لازم تطلعها. جنى. نيم جنى. شوف لازم بعدين هذا. مبروك عليك. مبروك مبروك عليك. مبروك اجابتك صحيحه.
إذا هو عبد الرؤوف أخونا وحبيبنا ومعنا ما شاء الله في البرنامج من أكثر من كم من 15 سنة؟ أول دكان حارة من كم؟ ثلاث سنة كاملة.